لكم اليوم مقابلة بطولية على جميع المستويات؟ والله بطبيعة الحال اليوم نلعب ضد فريق كبير، ضد فريق المتصدر النادي الصفاقسي، بصراحة أبهرني في الجولات الأخيرة، عنده فريق ممتاز جدا متكامل. عارفين اللي أنا جاي ملعب صفاقس باش نلعب مع فريق كبير، قمنا بالواجب، خرجنا بماتش تعادل مع صفاقس في صفاقس حاجة باهية. وإن شاء الله نكملوا هكا في النسق هذايا. ونحب نقول خاطر برشا ناس شككوا في الملعب الجيبسي وقالوا معناها ربحوا بارازار وكل شيء، هذا ماتش كونفيرماسيون بالنسبة لي احنا، وكلمة بربي نحب نقولها على المباشر، ما عادش ندخل في أعراض الناس بربي، خاطر معنا جوار فريمون اللي تأثر اليوم تأثير كبير، اللي معناها نحكيو سبور نحكيو كورة ما نحكيوش اكسترا سبورتيف، خاطر فريمون 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 وجعني ياسر الكلام اللي تقال من